On trouve ici le système de contrôle des freins pneumatiques. إن هذه التظاهر التي تندرج في إطار المخطط السنوي الاتصالي وزارة الدفاع الوطني تهدف إلى إعطاء مجتمعنا المدني فكرة عامة حول مهام وتنظيم جهاز التكوين في القوات الجوية، جزء من الوسائل الجوية الموجهة للتدريب التي تحوزها مدرستنا بالإضافة إلى بعض الطائرات والتجهيزات الموجودة قيد الخدمة. ومن أجل بلوغ هذا الهدف فقد تم إعطاء أهمية بالغة كما ستنتجونه من خلال الشروحات التي ستقدم لكم خلال هذه التظاهر للعامل البشري.